ينضم إلينا دلوقتي عبر سكايب الأستاذ سيد حماد، الناشط والقيادة يعني الناشط في المجال العمالي ورئيس لجنة العمال باتحاد القوى الوطنية. أستاذ سيد أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ وليد، وتحياتي للسادة المشاهدين، وشكرا لإدارة الخدمات النقابية والعمالية على هذا التقرير الهائل، وشكرا لإعداد البرنامج بتاع حضرتك على هذه المقدمة الرائعة. نعم، شكرا ليك أيضا، دايما بتشرفنا وتنورنا بوجودك معنا. أستاذ سيد، عام من الانتهاكات ضد العمال المصريين، كيف يعني رصدتم وكيف راقبتم هذا العام اللي يبدو أنه شاهد مذابح ضد قلاع الصناعة والعمال في البلد؟ الحقيقة أستاذ وليد إن إحنا في الاقتصاد المصري عبارة عن سلسلة واحدة. السلسلة دي لما تيجي أنت كدولة مثلا تخص الجيش بأنه يكون غول اقتصادي ينافس القطاع الخاص، فهنا كده بتنفرط السلسلة وبتلاقي إن الكلام ده بيأثر على أشياء أخرى، زي ما إحنا بنشوف في تعثر لرجال الأعمال بسبب يعني في التزاماتهم نحو العمال والتزاماتهم نحو الدولة. بسبب إيه؟ بسبب تغول الجيش على الاقتصاد المصري في كثير من النشاطات اللي أثرت على رجال الأعمال، فبالتالي رجال الأعمال أقرب طرف وأضعف طرف بيدوس عليهم هو العمال. بيبدأ شركة زي يونيفرسال ما يسددش مرتبات، ما يدفعش الحوافز اللي هي بس في أعمال شاقة بيبقى ليها مرتبات خاصة بدل عدوى مثلا، أو أعمال صعبة بأن هو يبدأ يدفع حوافز ما بيدفعش، لدرجة أن المرتب الأساسي نفسه بيتأخر، بدل ما يدفع يوم 25 زي القطاع العام أو يوم واحد زي القطاع الخاص، بدأ يدفع من يوم 10 ليوم 20 في الشهر، ودي اتفاقية بين وزير القوة العاملة وبين صاحب الشركة. طبعا اتفاقية لا تمت للقانون بصلة، ولكن تمت رغما عن العمال، وبدأ العمال يشتغلوا وبالضغط وبالعافية دون ان هم ياخدوا حقوقهم. وحتى الآن يعني العمال في القطاع الخاص بيعافروا عشان ياخدوا حقوقهم. طيب أستاذ سيد، ما قلت لحضرتك هي كلها سلسلة. نعم، يعني لما تتبعنا هذا التقرير الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، فوجئنا بضلوع الوزارتين اللي هم المسؤولين عن حقوق العمال، يعني وزارة القوى العاملة ووزارة القطاع العام، في هذه المشاكل أو في معظم الانتهاكات. كيف كانت وزارة قطاع الأعمال أو وزارة القوى العاملة شريك في هذه الانتهاكات ضد العمال المصريين خلال العام الماضي؟ دايما حضرتك الحكومة في الفترة الحالية متحيزة لرجال الأعمال، متحيزة ليهم من أجل أن هم يتبرعوا لصندوق تحيا مصر أو كل المشاريع الخاصة بالنظام في هذه الفترة. فطبعا الضغوط زي ما أنا قلت لحضرتك موجودة على رجال الأعمال، ولكن ده لا يديله الحق أن هو يضغط على العمال، يقدر أن هو يقاوم، أو في جمعية في كل مدينة جديدة في جمعية لرجال الأعمال يقدروا ان هم يقاوموا مع بعضيهم زي ما العمال بتقاوم عشان تطالب بحقوقها. فوزارة القوى العاملة بتحاول ان هي يعني تستم القانون الجديد على هوى رجال الأعمال وتستثني 22 قطاع، وتبدأ ان هي تراضي رجال الأعمال على حساب العمال، وهكذا جميع يعني اي ما كل ما يخص العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وزير قطاع الأعمال، إذا كنت أنت كدولة نموذج، لما يكون النموذج ده مثالي يقتدي بك القطاع الخاص، فأنت عندك العام راح عامل قانون 185، نعم، انتقص من الحوافز والميزانية المفروض تتناقش، طيب، والناس ياخدوا الأرباح، انتقص من الأرباح بتاع العمال. طيب أستاذ سيد، يعني لو نسأل عن الارتداد اقتصاديا، أي حاجة في ملف العمال أكيد هيكون ليها ارتداد على الاقتصاد
المحلي بواقع ان العمال هم المعادله الصعبه في كل المعادلات الاقتصاديه في اي مكان في العالم. ما هو الناتج وما هو التاثير لهذه الانتهاكات اللي وصل عددها 8000 على الناتج وعلى الاقتصاد المحلي في البلد؟ احنا حضرتك لما نيجي نبدأ من عند مثلا بداية فيروس كورونا بدأ ينتشر في شهر 3/2020 تقريبا، فبدأ يطلع لنا رجال الأعمال ويقولوا لنا احنا هنشتغل بنص أجر، وبدأ يبقى فيه حظر جزئي فيقل الإنتاج، فده بيقل على الدخل القومي. الدخل القومي عبارة عن إيه؟ الدخل القومي حضرتك عبارة عن قيمة مضافة لكل منتج صناعي بينتج من مادة خام يتحول لمادة أخرى تستعمل في الدخل القومي. يعني عندنا كمان العمالة الموجودة بره اللي هي المفروض بتبعت عملة صعبة، دي أيضا اتأثرت بفيروس كورونا. يعني زي ما قلت حضرتك العمال شريك في الدخل القومي من الداخل ومن الخارج، اتأثرت بفيروس كورونا، ولكن ده كان اختبار للسلطة الموجودة، هل هتقدر تعالج الموضوع صحيا واقتصاديا؟ للأسف النظام أخذ مساعدات من منظمات دولية عشان خاطر يعني يحتوي المرضى اللي موجودة عنده ويعالجهم، فراح جاي على العمال وخصم منهم 1% من المرتبات عشان فيروس كورونا. انصاع لرجال الأعمال ان هم اللي عاوز يعمل نص مرتب او عاوز يدي مرتب اساسي ضعيف بدون الحوافز وهكذا، اشتدت المحنه على العمال. العامل لقينا فيه اللي بينتحر والعياذ بالله، لقينا اللي بيموت ولاده، لقينا حالات طلاق ارتفعت بسبب الحالات الطبيعية. طيب استاذ سيد، يعني في ظل تخاذل وزارة مثلا قطاع الأعمال أخيرا بالقانون أو اللائحة الموحدة للموارد البشرية، أو وزارة القوى العاملة في الدفاع عن العمال بقانون العمل الجديد، برأيك ما هي الجهة الوحيدة التي تحمي العمال في البلد الآن؟ هل النقابات العمالية أم إدارات أو مجالس إدارات بعض الشركات؟ يعني أي عامل في أي مكان أين يتوجه الآن بالمظلمة الخاصة به؟ نقول حضرتك الدستور بيقول ايه والعالم كله بيعمل ايه وبعدين ننظر لحالنا في مصر. عظيم. يعني حضرتك المفروض ان مجلس النواب هو الدفاع الاول، خط الدفاع الاول عن الشعب، ادي رقم واحد. الخط الثاني يعني اللجان المتخصصه هو اتحاد عمال مصر ولجنه العمال داخل مجلس النواب. لا احنا يعني شفنا ان هم اعترضوا على اللائحه الموحده ومع ذلك أكرر، اعترضوا على قانون التأمينات والمعاشات ومع ذلك أكرر، وكأنه في اتفاق ضمني بين اتحاد العمال والحكومة على أن أنت نوع من التفريغ، أنت ومصطفى بكري وأحمد موسى والناس اللي هي بتعمل نفسها معترضة على وزير قطاع الأعمال، ولكن كل حاجة ماشية زي ما هي بعد التقارير اللي حصلت وقالت أن الإعلام الداخلي المصري فشل قصاد الإعلام الخارجي. بدأ يحصل خطة جديدة للإعلام في مصر إن هو يبقى فيه تنفيذ، يبقى فيه واحد بيطلع يعبر عن العمال ويقول ده فيه الوزير ده غلطان، ومع ذلك الوزير القانون ده مش كويس في صالح العمال، ومع ذلك القانون مستمر ويطبق ويؤشر عليه ويوافق عليه من مجلس النواب. يقول لك مصنع الحديد والصلب ما يصحش يتقفل، ده ثروة قومية وأصول ثابتة للدولة وله دور في الحروب بتاعت مصر، ومع ذلك يتم تصفية المصنع. طيب مين المسؤول لما الناس اللي هم موالين للنظام معارضين طالعين معارضين هذا الاتجاه ومع ذلك يطبق، والوزير اللي هو مثلا أقوى من الحكومة وأقوى؟ لا، طلع الوزير وقال أنا بنفذ تعليمات. نعم، إذن الوزير بينفذ التعليمات والوزارات بتنفذ التعليمات وأيضا إدارات الشركات بتنفذ التعليمات، وكل أزمات العمال في مصر خلال السنوات أو العام الماضي تحديدا تم تبييتها بليل. هذا رأي السيد حماد
الناشط العمالي ورئيس لجنة العمال باتحاد القوى الوطنية، شكرا جزيلا لك.